عليكم. كنشكروا الجميع لنجاح هذه الحمله التحسيسيه. انا كنعتبر بان واحد النجاح كبير في ظل الجائحه ديال فيروس كورونا. الحمد لله الحمله دازت في واحد الظروف اللي هي حسنه. كان الحضور ديال المجتمع المدني وكان الحضور ديال الجمعيات المهنيه ديال الصيد البحري. انا كنتكلم هنا كمسؤول عن المركز الوطني للارشاد البحري اللي الهدف ديالو هو تغيير العقليات. اذا كنأكدها تغيير العقليات نحو الافضل، خاصه ان البحر بالمغرب اللي هو واحد الثروه وطنيه كبيره خصنا نحافظوا عليه، ولكن كيعيش مجموعه ديال المشاكل، كاين مجموعه ديال الصعوبات من بينتها التلوث البحري. وهذا هو الهدف ديال هذه الدوره التحسيسيه او هذا العمل التحسيسي باهميه هذه الثروه الوطنيه، بحيث انه يجب المحافظه على هذه الثروه، يعني يجب محافظته عليها لانها غتنفعنا مزيان الحمد لله مستقبلا، لا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه الاقتصادية. الدور ديالنا كمرشدين هو كما قلت تغيير العقليات، تحسيس مخاطر ديال سواء المواد البلاستيكية ولا المواد اللي كتلوث البحر، خاصة ان بعض التجارب ديال بعض الدول اللي نجحات في مجموعة ديال التجارب، مجموعة ديال الاختيارات. من بين هذه الاختيارات هو ما يسمى ديفيرسيفيكاسيون دي زاكتيفيتي دو بيش، يعني تنويع الأنشطة البحرية. ما نبقاوش غير نخرجوا الباطور ونصيدوا، وإنما البحر الحمد لله راه يمكن دير فيه مجموعة ديال المشاريع. بين هذه المشاريع تربية الحياة المائية، خاصة أن بلون أليوتيس ولا مخطط أليوتيس كيركز على هذه المسألة. كاين واحد المشروع آخر اللي كيخدموا عليه دابا مجموعة ديال التعاونيات وإن كان بشكل محتشم، هو ما يسمى بالسياحة البحرية. لما لا؟ كل هذه المشاريع هذه غتصب أنك غتكون مضطر باش تحافظ على هذا المجال المائي اللي هو مهم. 3500 كيلومتر اللي كاين في المغرب الحمد لله اللي خصنا نفتخروا بهاد. نعم، من خلال التشخيص والوضعيه اللي لاحظنا بان هناك مخلفات يعني اللي كتشكل واحد تهديد خطير للبيئه، لان كتدوم واحد المده طويله، منها مخلفات ديال المتلاشيات المعدنيه البلاستيكيه، كذلك لاحظنا حتى قالوا يعني الغطاسه لقاو حتى العجلات ومجموعه ديال المتلاشيات، يعني ولا المخلفات اللي كتطلب واحد التدخل مستوى عالي، يعني ماشي ديال الغطسه وهذا. يعني بالنسبه لك واش كتشوف مستوى التدخل يعني كافي بهذا الشكل باش معالجه الوضعيه؟ باش ما سميتوش غير كافي، كاين مجهودات ماشي ما كايناش، كاين مجهود سواء بالنسبه للاداره والمؤسسه ديال التنظيمات المهنيه، ولكن غير كافي. انا ديما تنقول بان سواء الجمعيات اللي كتخدم في هذا المجال هذا دير سكون بلون داكسيون انيويل سنوي، يعني عام سنوي، تدخل سنوي. نخدموا مع المجتمع المدني، نخدموا مع المؤسسات التعليميه اللي فيها التلاميذ اللي هما في الحقيقه هما الرجال المستقبل، هما اللي خصهم تكون عندهم هذاك الوعي بالمحافظه على البيئه البحريه. انا درت واحد ملاحظه صغيره، لقيت بان واحد الوقت كان البحري كدي معاه قفه ديال الدو وكدير ليه المراه ديالو طاجين او لا كامله، كدير فيه الماكله وكدير له الخبز واحد الزيف، وبالتالي ملي كيخرج مع هذا الشيء ديال البحر كيرجع ملي كياكل كلشي كيرجع هذاك الشيء كله كيرجعو للدار. دابا حاليا لا، دابا البحر اش كدي معاه؟ كدي معاه هذوك لي كانات ديال المناضه، كدي معاه هذوك دوك رايبيات الى اخره، وكدي معاه بعض الماكولات اللي كلها بلاستيكيه وكعاد كيدير داك الشيء في بلاستيك. اذا درنا عمليه حسابيه ديال الكميات ديال الميكل اللي كديها البحري في اي عدد الابعاد، بالاضافه الى ذلك التدخل يعني غير السليم ديال المصطفين يعني بشكل بشع. هذاك عاوتاني اللي بغينا نقولوا استغلال الجائر، هذاك موضوع اخر ديال المجال. باش نكمل الفكره ديال هذه الكميات ديال الميكل اللي كيدخل كل البحري، نضربوا في عدد البحار في عدد الايام غتعطينا واحد الكميات كبيره ديال الاسبال وديال البلاستيك غتطلع في البحر. المصطفين حقيقة كما قلت يا أستاذ مصطفي، حتى هما راه خصهم يعرفوا بأن تلك الأزبال التي يتم رميها في الشاطئ لماذا نحن نفرضها على الطبيعة؟ أزبالنا، وإن لم تكن القمامات فتلك أزبالنا. أربعة الشعوب كيهز الزبل ديالو وكيديرو في ميكا، ما لقاش فين يلوحو كيديرو في ميكا وكيديه حتى للدار باش يلوحو. علاش غادي نفرضونا على الطبيعة؟
وانت الشيء استاذ دابا فهاد الصباح هذا خاص تدخل سلوك مواطن ويعني واحد التربيه مدنيه اللي دابا خاص السرقه المستوى هي اللي كنخدموا عليها. والحمد لله عندنا ما يسمى بالمركز الوطني للارشاد البحري اللي كاين هنا في العريش، مركز وطني اللي تابع للمعهد تكون تصفيد الحليب العرائش اللي كيخدم على هذه المساله هذه، ما يسمى بتغيير العقليات لو شونجمون دي زاتيتود. حقيقه صادمو الطون، غادي خص شويه الوقت وشويه الامكانيات ولكن غتعطي نتائج. المركز اللي عندنا هنا عندكم يعني متدخل سنوي كتدخلوا يعني حنا عندنا ان بلان داكسيون انيال، هو اللي تنقول لك انا المجتمع خصنا هذا اللي خص يديرو. وهذا البلان داكسيون دانييل كل انيال كل مره كنحسوا البحريه باهميه المحافظه على الثروه البحريه وكذلك استغلال هذا الفضاء المائي استغلال عقلاني لانها ثروه وطنيه.